راك تبان مرتاح، وش السر ديالك؟ حبيتوا تعرفوا السر ديالي؟ حسين خلصت ريسيتي؟ علاش تتقلق؟ ومع مصرف السلام تقدر تخلص وانت في الدار. حسين انا بلا مصروف. علاش تزعاف؟ ومع مصرف السلام تقدر تجبد دراهمك بلا لاشي. الو بابا راني طايح اونفان وراني حاصل. وقيل راك بلا مصروف. علاش تحصل روحك؟ ومع مصرف السلام تقدر تحول دراهم من التليفون. عيشوا الحرية والمرونة مع مصرف السلام. كشف الرصيد، التحويل من حساب إلى حساب، ودفع الفواتير، كلها خدمات مجانية 24 ساعة على 24. مصرف السلام، خدمات بنكية أصيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الموضوع تاع اليوم راح يدور حول مربوط بالوباء وبكورونا، وراح يدخلوا لنا راكو تهضروا بزاف على كورونا وراكو كذا، ولكن لازم كل يوم نهضروا على الكورونا وكل يوم نهضروا على الوباء هذا باش الناس تتوعى وتفيق وتحمي نفسها وتحمي الناس اللي دايرين بها. المهم باسكو رانا عايشين مع الوباء هذا وراه موجود، الانسان ما يكذبش على راه. المهم الموضوع تاع اليوم راهو ما صبتلوش عنوان شيخ. ايه ما صبتلوش عنوان. شيخ حسن بارك الله فيك. الله يبارك فيك، الله يجازيك خير. تفضل تفضل ومن بعد ندخلوا في الموضوع ان شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام، وأن يميتنا ونحن مسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. كما تفضلت أخوي الهادي، ما زلنا في هذه الحلقات المتواضعة، الحصص المتواضعة، نقدم بعض النصائح لنا ولغيرنا. نعم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في الدنيا. أمين أمين إن شاء الله شيخ. أمين. وأن ينفعنا بها يوم يقوم أمين. الأشهاد. أمين أمين. إذن الموضوع كما الموضوع يعني كما قلت شيخ، حاولت نصيب له عنوان لكن ما عرفتش وش صح عنوان احنا نربطوه به. نعم. مادام احنا المواضيع كامل رانا مربوطة بالكورونا يعني، ونحاولوا نحاولوا نربطوها بالكورونا. نعم. ونذكر الناس باللي رانا عايشين في الوباء هذا وراه عايش معنا الوباء هذا. صح. ندعو الله عز وجل ان يرفع عنا هذا الوباء. الله يجازيك شيخ. كما قلت ما عرفتش كيفاش نسمو الموضوع تاع الحصه هذه تاع اليوم، مادام انه مربوطه بالكورونا ومربوطه بالوباء، ويعني حتى يعني دوك الوباء انا عايشين به. صح صحيح. الانسان لازم يتوعى باللي راه موجود الوباء. الكورونا راه موجود، لكن فيه بعض الناس اغتنمت الفرصة هذه. اي نعم. كاين اللي راجعوا نفوسهم. كاين. وتقربوا لله عز وجل. آه. وكما حكينا المواضع الأخرى، كم من واحد ختم القرآن، وكم من واحد زاد قرأ سيرة النبي، وكم من واحد نفع نفسه ونفع غيره. المهم. وكاين فئة واحدة أخرى اللي اغتنمت الفرصة هذه شيخ. وما يعني ما جاتش فيها رحمة. ما جاتش فيها رحمة. اللي يكروا دوك كيفاش نقولوا احنا الكرايه. الكرايه نعم. لكن الكرايين ماشي الناس اللي تكري باش تسكن ولا باش تخدم، وانما اللي عندهم اللي مالكين الشيء هذاك ويكريوه. مثلا عنده دكان، عنده بيت. بارك الله فيك باش الناس تفهم. اللي عنده كراج كما قال لك شيخ، ولا حانوت ولا دكان ويكريه، واللي عنده بارت ما يكريها، واللي عنده فيلا يكريها. صحيح. انا نهضروا على هاد الناس هذوما. صحيح. وفي هاد الناس هذوما شيخ ماشي كامل. صح. باسكو عندي عندي امثله، عندي امثله وين فيهم المليح وفيهم الدوني. هذيك صح شي.
انا دوك نقول لك وشنو هي وشيخ واعطينا انت يا رايك في الموضوع. لما جا الوباء درك هذيك الحوانت مغلوقه، المطاعم مغلوقه، أم حلو ولكن لما نحسبوا يلا نحسبوا بالقليل 5 شهور ما خدموش. سبحان الله. صح. الحوانت الاخرين اللي يبيعوا الحوايج واللي يبيعوا كذا وكذا تقريبا اللي ما خدمش 4 شهور ياك هكذا شيخ. صح صحيح. واللي كاري تاني دار باش يسكن فيها نفس الشيء، الا هو عنده حانوت وما خدمش، او عندي كاري دار تاني تسمى ما عندوش مدخول باش يخلص الكرا تاع الدار. صح. وما عندوش مدخول باش يخلص الكرا تاع الحانوت. صحيح. واللي خدامين في الشركات الخاصه كاين اللي شركات كولات غلقوا، كاين شركات اللي غلقت، كاين اللي كملوا لابي تاعهم تمشي، وكاينين اللي لابي تاعهم حبست، كاينين اللي لابي تاعهم قسموها لهم على زوج باسكو ما لحقوش، كاين اللي تحاوزوا من الخدمه، كاين شركات اللي حبست النص الخدامين وقفوهم غالب قالوا لهم معلاش باش نخلصوكم. صحيح. هاد الناس هادو ما كاريين سكنه، وهذاك الحانوت راه كاريه تانيت ياك هكذا شيخ. سبحان الله. ويجي مول شي يقول له انايا لحق لك وقت الكرا، خلصني لحق الشهر خلصني. منين راح يخلصك هو ما خدمش مده 4 شهور؟ منين راح يخلص لك الكرا تاع دارو وهو عنده 5 شهور ما خلصش، ولا حبسوه من الشركه ولا قسموا له لابي تاعو على زوج؟ انا هذه اللي حبيت نفهمها شيخ. تفضل شيخ. الله بارك الله فيك. في الحقيقه والله غير هذا الامر كما نقول لك، واحد كيشوف من نهار اللي بدات كورونا نعم الى يومنا هذا نعم تقدر تقسم كما نقول لك الناس الى نصفين. وي كاين الناس اللي استغلوا هذا الظرف باش يديروا مثلا يدير الخير ايه على قدر الاستطاعه اليوم الى يومنا الى يومنا هذا. كاين الناس ما توقفش الخير لما يديروا الخير. الله. الناس استغلت، شغل جاء الظرف كما هذا كان سبب. بارك الله. الناس دخلت في ازمات، هو استغل هذا الظرف من اجل ان كما يقول لك يزيد يدير الخير كما قلت. ايه. ما تقدرش تعرف كاين ناس ما نعرفوهم. والله ما نعرفهم. لان علاش خويا الهادي شوف كاين واحد حاجه، الناس اللي يدير مثلا الخير معظم الناس اللي يدير الخير كيدير هذاك الامر يديروا بينه وبين ما بين الله عز وجل. ما نقدرش نعرفوه. ما نعرفوش. شوف كيفاش. دوك الانسان يروح يتصدق ولا كذا ماشي لازم يبين، بالعكس يستر روحه. نعم. معناتها تجاره مع ربي. مع الله عز وجل. صح. الناس اللي يديروا الشر هم باينين. احنا علاش في هذا الوقت يقول لك شوف يشوف خير الناس اللي يدير الشر. نعم. والخير. نعم. سبحان الله. لذلك شوف كاين الناس استغلوا هذا الظرف. الفرصه هذه. نعم. الظرف هذا. هذا الظرف. كما قلت لك زادوا داروا الخير في الناس، زادوا رحموا الناس. صح. ارحم من في الارض يرحمك. والله كاين الناس رحموا. صح. الناس رحمت كما قلت لك، زادوا رحموا الناس، زادوا عاونوهم وكاين الناس استغلت كما قلت انت هذا الظرف، شغل راح ضغط على الناس على باله باللي ماهوش يخلص ماهوش عنده ماهوش خدام ولا ما خلص. المهم كاري وخلاص، كاري حانوت ولا كاري دار باش يسكن فيها، المهم راهو كاري. كاري بارك الله فيك. ونزيد له الضغط كما قلت. وانت زيد له كما قلت لك يا تخلصني يا تخرج. يا تخرج. وخرجوهم شيخ. كاين اللي خرجوهم شيخ. في الوباء هذا ما لحق له الكرا خرجوه. خرجوهم من ديورهم شيخ، بهم بولادهم. كاين اللي عنده حانوت شحال من سنين وهو كاري يخلص، لحق الظرف وين ما خدموش. الظرف بارك الله فيك. حالة استثنائية. حالة استثنائية. إيبان والله صدقني يا شيخ غير حبس له الكونترا وخرجوا. ونزيد لك اكثر من هذا، كاين اللي كي ما صابش باش يخلصوا شد له الماتيريال تاعو وطاش في المحل. سبحان الله. نعم شد له الماتيريال وطاش. الله هكذا باش حتى حتى يخلص، ولا قال له نريكيبيري دراهمي انايا نبيع الماتيريال تاعك ونريكيبيري. يعني هذاك الانسان صاب روحه بوالو ما بين ليله ونهار. سبحان الله. اي نعم سبحان الله. وعادي والناس تبين في وجهها وكذا وكذا. ونعرف انا ناس شخصيا، نعرف ناس والله صدقني شيخ عيطني شاورني يقول لي شيخ والله غير عندي مشكل. قلت له غير الخير خويا فلان ما نسموش باسكو انسان طيب تاع خير تاع خير كيما قلت ما يحبش يبان. ايوه. عنده محلات، واحد كاره مطعم والاخر عنده، المهم عنده امور كارهه. قال لي ما عرفتش واش ندير
مع اللي راني كاريلو. قلت له غير الخير. قال لي والله غير حشمت نقول له على 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 الكونترا، على خاطرش على بالي ديجا كان الوباء عنده 4 شهور. أيوة. كان عنده ديجا 4 شهور داخلين في الخمس شهور. في الخامس. قال لي باسكو راني نشوف باللي الكراج مغلوق ماهوش يخدم. وهذا مطعم. قال لي نشوف باللي الكراج مغلوق ماهوش يخدم. حشمت كيفاش نقول له يلاه نروحوا رينوفليو الكونترا وكيفاش نديروا الحسابات هذوما. قال لي واش ندير؟ هكذا. قال لي عيب عليا لو كان راح نقول له خلصني في الكونترات في الربع شهور ولا خمس شهور اللي نسال. ايوه هذا هو غالق. قال لي راه غالق. قلت له والله غير تؤجر عليها. ما سبحان الله. وهذه وقعت شوف قصه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي اللي حكينا. نعطي المعنى برك. يلا. يحكى عن تاجر. ايه تاجر. تاجر يتاجر. كوميرسون في هذاك الوقت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. يجوا ليه ناس. كاين اللي يشري كيما قلت كيدي عليه السلعه، كاين اللي يخلص كاين اللي ما يخلص. وبعد يشوف الناس كيما يقول لك اللي ما خلصوش يقول الله غالب ما كاش. طلع. طلع ما عنده. وما عندوش باش يكمل. باش يخلص. واش يوصي مول المحل تاجر هذا واش يوصي ولاده؟ شوف واش يقولوا. يقولوا تجاوزوا عنهم لكي يتجاوز الله عنهم. سبحان الله. شوف واش خمم. كيما تايا. تسمح لخوك في الدنيا الله عز وجل يسمح لك انت ربي يوم القيامه كيما نقول لك حتى في الدنيا تاعك يسهل لك يا وديني سبحان ربي يبارك لك ما تعرفش منين ما تعرفش نقول لك والله غير ربي يبارك لك ما تدريش كاع كيما نقول لك ما تدريش خاصه الانسان اللي يكون في ليتسا يسمى الله يبارك اني في ليتسا خويا اني في ليتسا وكاري كل الحال غير قرب 10 شهور ولا 5 شهور إذا قد نسمح لك علاش نسمح لك كامل وين راه المشكل؟ وكاين يسمحوا شيخ صح والله غير كاينين اللي يسمحوا لك كاين علاش قلت لك شوف مول الخير والله غير كاين اللي يسمحوا الناس تاع الخير ما تعرفهمش مصح قلال احنا شوف قلال شيخ ما نكذبوش على روحنا والناس تاع الخير دائما يكونوا قلال دائما يكونوا قلال دائما يكونوا قلال هكذا خويا واللي داروا لهم الضغط باش يخلصوا والله غير مساكن غير راهم في مشكل وخاصة خويا هذه كاينه واحد النقطة خاصة إذا كان هذا الشخص راك تقول أنت مسلم ومؤمن نعم. كيجي رمضان تصوم كيجي الحج تحج وتروح العمرة وهكذا وكذا ومن بعد كيوصل في أمر كيما هذا دراهم معاملة مع أخي تتغير سما تاع ما نعرف ما تعرفني لا الصفات هذو كاع ينحيهم هنا اللي يعرفك الإنسان علاش المعاملة تاعك خاصة نهار كي تولي في الدراهم تبان على حقيقتك انت شفت هل انت مسلم كما قلت ظاهرا وباطنا ولا مسلم غير بالظاهر برك هذه هي يا شيخ احنا عندنا رساله نجوزوها الله يجازيكم خير هذوما اللي عندهم المحلات كارينهم واللي عندهم البارتمات وكارينهم السكنه الله يجازيكم خير يرحموا من في الارض يرحمكم خاوتكم يرحمكم من في السماء ارحموا خاوتكم كما قال في القصة اللي حكى لنا الشيخ حسن تجاوز اسمح سيدي وهذاك واش خسرت في حياتك خسرت شهرين ثلاث شهور اربع شهور كرا في الحقيقة ما خسرت والله مع ربي مع الله عز وجل بارك الله فيك ما خسرت ما لا عاودوا راجعوا نفوسكم وعاودوا شوفوا روحكم اللي عنده ممتلكات وكاريها يشوف كيفاش يدير يرحم خاوته ويرحم خاوته هذه هي الله يجازيكم خير بارك الله فيكم شيخ حسن جزاك الله بارك خير الله بارك الله فيك احنا نكمل نقول لكم ما تنساوش ديروا الوقايه الله يجازيكم خير باسكو المرض راه موجود وراه يزيد وما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش احموا نفوسكم باش تحموا الناس اللي قرب لكم وتحموا اهلكم ما تنساوش ايضا الجل لما تخرجوا ديروا الجل ديزانفيكتيو روحكم غسلوا يديكم قد ما تقدروا غسلوا يديكم ربي يجيب الخير ان شاء الله امين جزاكم الله خيرا ندعو الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا أمين. وأن يرفع عنا هذا الوباء أمين. وأن يرحمنا أيضا أن يرحمك وأن نتراحم فيما بيننا وأن نتراحم فيما بيننا كما قال الشيخ حسن جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونقول لكم أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله السلام عليكم السلام ورحمة الله بارك الله يبارك فيك الله يجزيك خير بارك الله ينور
واش السر ديالك؟ حبيتوا تعرفوا السر ديالي؟ بوسين خلصت لي سيفري. علاش تتقلق؟ ومع مصرف السلام تقدر تخلص وانت في الدار. حسين انا بلا مصروف. علاش تزعف؟ ومع مصرف السلام تقدر تجبد دراهمك بلا لاشي. الو بابا راني طايح اونفون وراني حاصل. وقيل راك بلا مصروف. علاش تحصل روحك؟ ومع مصرف السلام تقدر تحول دراهم من التليفون. عيشوا الحرية والمرونة مع مصرف السلام. كشف الرصيد، التحويل من حساب إلى حساب، ودفع الفواتير، كلها خدمات مجانية 24 ساعة على 24. مصرف السلام، خدمات بنكية أصيلة.